تعرف على المرأة التي أنزل الله فيها الزاني لا ينكح إلا زانية. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الوجه المشرق الدينية. قال الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. في هذا الفيديو سنتعرف لماذا نزلت هذه الآية، ولكن قبل أن نبدأ نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لتعرفوا كل ما هو جديد. سبب نزول هذه الآية والمرأة التي نزلت فيها. روي في سبب نزولها ما أخرج أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه والبيهقي وابن المنذر وغيرهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له مرثد يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له، وأنه وعد رجلا من أسار مكة بحمله. قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة، فجاءت عناق فأبصرت سوادا تحت الحائط، فلما انتهت إلى غرفتي قالت: مرثد؟ فقلت: مرثد. فقالت: مرحبا وأهلا، هلما فبت عندنا الليلة. قلت: يا عناق، حرم الله تعالى الزنا. قالت: يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراكم. قال: فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة، فانتهيت إلى غار أو كهف، فدخلت فجاءوا حتى قاموا على رأسي، فطل بولهم على رأسي وعماهم الله تعالى عني، ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته حتى قدمت المدينة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، أنكح عناق؟ فأمسك فلم يرد علي شيئا حتى نزل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مرثد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، فلا تنكحها، لأن تفريغ النهي فيه عن نكاح تلك البغية مما لا شبهة في صحته، على تقدير كون الآية المفرع عليها لتقبيح أمر الزاني والزانية، فكأنه قيل: إذا علمت أمر الزانية وأنها بلغت في القبح إلى حيث لا يليق أن ينكحها إلا مثلها أو من هو أسوأ حالا فلا تنكحها. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل أنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة قدموها وهم بجهد إلا قليلا منهم، والمدينة غالية السعر شديدة الجهد، وفي السوق زوان من أهل الكتاب وإماء لبعض الأنصار، قد رفعت كل امرأة منهن على بابها علامة لتعرف أنها زانية، وكنا من أخصب أهل المدينة وأكثرهم خيرا، فرغب أناس من مهاجر المسلمين فيما يكتسبن للذي فيهم من الجهد، فشار بعضهم على بعض: لو تزوجنا بعض هؤلاء الزواني فنصيب من فضول ما يكتسبن. فقال بعضهم: نستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتوه فقالوا: يا رسول الله، قد شق علينا الجهد ولا نجد ما نأكل، وفي السوق بغايا نساء أهل الكتاب وولائدهن وولائد الأنصار يكتسبن لأنفسهن، فيصلح لنا أن نتزوج منهن فنصيب من فضول ما يكتسبن، فإذا وجدنا عنهن غنى تركناهن. فأنزل الله تعالى الآية. وعن ابن عمر رضي الله عنه وابن عباس وأصحابه أن الآية نزلت في قوم مخصوصين كانوا يزنون في جاهليتهم ببغايا مشهورات، فلما جاء الإسلام وأسلموا لم يمكنهم الزنا، فأرادوا لفقرهم زواج أولئك النسوة، إذ كان من عادتهن الإنفاق على من تزوجهن، فنزلت الآية لذلك. والإشارة بالزاني إلى أحد أولئك القوم أطلق عليه اسم الزنا الذي كان في الجاهلية للتوبيخ، ومعنى لا ينكح إلا زانية أو مشركة، لا يريد أن يتزوج إلا زانية أو مشركة، أي لا تنزع نفسه إلا إلى هذه الخسائس لقلة انضباطها، والإشارة بذلك إلى نكاح أولئك البغايا والتحريم على ظاهره. ويرد على هذا التأويل أن الإجماع على أن الزانية لا يجوز أن يتزوجها مشرك، والله أعلم. إذا تمت المشاهدة لا تذهب قبل أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وشارك هذا الفيديو لعل غيرك يستفيد منه بإذن الله تعالى.